سلمى، مواضيعنا لليوم مهمة، وأول موضوع لليوم يمكن بهم كثير من الناس اللي عم يتابعونا، المزاجية اللي بنتعامل معها بشكل يومي، مزاجية الأشخاص. أشخاص يمكن هن فجأة بيكونوا رايقين وفجأة بيعصبوا، حدا بيقول لك أنا معكر، مزاجي مش رايق اليوم، ماني قدران أحكي. المزاجية صارت يمكن طقس من طقوس الصباح مع كثير من الأشخاص اللي بنقابلهم يوميا. نحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا دكتور حكم دياب، اختصاصي بالامراض النفسيه والعصبيه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتور. يا اهلا وسهلا. يعني مثل ما قالت نور، المزاجيه صارت موجوده حوالينا بكثره، يعني ممكن نشوف اشخاص كثير مزاجهم مقلب بقلب النهار، حتى ممكن نشوف الظهر بشيء ثاني. ايمت بيكون هذا الحد بالتعامل بين الاشخاص، بتقول هذا حد مقبول، ممكن الظروف ادت لهذا الشيء، وامتى بنقول لا هذا شخص عنده اضطراب المزاجيه؟ هلا بصراحه المزاجيه هي انتقال حاد بالمشاعر من منطقه لمنطقه، يعني من السوء للحسن او من الحسن للسوء. المزاجيه بالمشاكل النفسيه تنقسم لقسمين، قسم بيشمل بالاضطرابات النفسيه، باضطرابات القلق وعسر المزاج، هون المزاجيه بتكون نوبيه. يعني هذا الشخص أشهر طويلة بيكون مزاجه أو طبعه متعارف عليه بين زملائه بين أصدقائه بين أهله، فجأة تلاقي قلب إما للسوء. اللي بيخوفنا أكثر بصراحة القلب للارتفاع المزاج، نحن بس ما راح نفوت بهالموضوع ارتفاع. فهذا غالبا مر بحالة من القلق أو حالة من عسر المزاج. طيب الشيء الثاني اللي بيزعجنا اكثر بموضوع المزاجيه هو حاله من اضطراب الشخصيه. هون المزاجيه نموذج متاصل بالشخصيه، يعني انا هذا الشخص كل اللي بيعرفه من محيط الاهل من الاصدقاء من المعارف من الزوج من الاخوات من الجيران بيعرفوه انه انا هذا بدي احكي معه، فجاه خلينا نقول بالعاميه بينكبس الزر، فجاه بيعصب، فجاه بينقز، فجاه ما بعرف شو. هذا بالاصل عنده درجه من اضطراب الشخصيه، غالبا بنصنفها من اضطرابات الشخصيه النموذج بي. فجاه بتلاقيه ما بتفهمي انت السبب اللي سبب عنده انتقال المزاج من منطقه الى منطقه او من حاله الى حاله. تكون انت قلتي كلمه بريئه جدا او عملتي تصرف بريء جدا او ما بالاصل انت ما انتبهتي عليه، بس فجاه صار عنده هالتغير بالمزاج. بس ليوصل لهي الحاله هذا الشخص لنقول اضطراب الشخصية أكيد بيكون بيمر بمراحل لحتى ما يمر بهي المرحلة. يعني هن مش بيخلقوا مزاجيين، يعني بتلاقي شخص مثلا يمكن تعرض لظروف صعبة، لضغوطات نفسية صعبة، أو مر شيء بحياته. في ناس بتقول لك أنا مزاجي الصبح، ناس بنعرفهم أنه الصبح أول ما يفيق بفيق معكر، هدول النماذج النماذج الطبيعية بده ساعة ليرو. بس في عالم فعلا بتمر بحياتك هي لا فجأة بتكون ما أحلاها، وفجأة فعلا يعني بينقلب مزاجه مع انه ما بيكون في شيء صاير. هلا بصراحه اذا حكينا من نوعيه الشخصيه، الشخصيه بتكون ولاديه. بتبدا ملامحها بالطفوله، بتتظاهر عند البلوغ اذا كانت اضطراب شخصيه، هن يعني كلهم يصنفوا بالتصنيف العام اضطراب نفسي. بينما بالنوبيه اللي اذا متفضلي حضرتك بالاضطرابات الاكتئابيه او اضطرابات القلق بتصير الحاله النوبيه. مثلا كثير مميز الى تعكر المزاج الصباحي. هذا تعكر المزاج الصباحي بديان يفوت بالحالة الاكتئابية. لما بفيق الصبح في حالة من النضوب، مادة كيميائية معينة عنده بالجسم ما بيقدر يمارس حياته، ليأكل شغلة معينة أو ليشرب قهوة أو لا بده فترة معينة للناس يبدو يتعاملوا معه. هون في عنا مشكلة اكتئابية. بينما اللي عنده مشكلة باضطراب الشخصية، ملامح شخصيته مزاجية، هو بالأصل كيف ينتبهوا له؟ يعني هو طول حياته نموذج متأصل بشخصيته هذا. بس هدنك الناس اللي بيمروا بحالة نوبية معالجتهم أسهل، التعامل معهم أسهل. قد تكون بسبب ظروف محيطية ضاغطة معينة، ظروف بيئية ضاغطة، أو بسبب شيء داخلي من تبدلات هرمونية، أمراض معينة داخلهم. بينما التعامل الأصعب اللي بيكون بالأصل هن المزاجيين، عندهم مشكلة بالشخصية، المزاجية نموذج متأصل ثابت مستمر ما بيخضع للنقاش عندهم المزاجية. نعم دكتور. طيب بما أنه حكينا هيك ببساطة، كيف بنقدر نميز بيناتهم؟ هل الشخص اللي عنده اضطراب متأصل بشخصيته بيقدر بيحس بهذا الشيء، بيقدر ولا لا بس المحيطين اللي حواليه؟ يعني بيحس أنه أنا عندي غلط
ولا بيضلوا ما نو حاسس وهي يمكن مشكلة لأنه هدول الأشخاص ما بيروحوا للعلاج. هدول اللي عندهم مشكلة نموذج من الشخصية المزاجية غالبا بي أو جزء من الاي، هدول مثل ما تفضلتي حضرتك أنا المشكلة مو عندي، المشكلة فيكم فيكم. فمن نحاول نشتغل عليه هون علاج نفسي، ندور على درجة الاستبصار عنده ليعرف أنه في عنده مشكلة. هون المشكلة عنده بس بالمشكلة بالعلاقات الاجتماعية بالعائلية بالدراسية بالمهنية بالزواج ب 360 درجة بعلاقاته بحياته. هذا كيف بيقدر يتقبل نفسه لما بده يستبصر انه يكون انا عندي مشكلة؟ بس طول الوقت اذا ما هو عايش وانا كل شيء غلط بيصير عندي، انت الحق عليك، انت الحق عليك، كل الدنيا غلط وانا الصح. هون في عنا نموذج متأصل من اضطراب الشخصية. وبتطلعي على حياتهم قد يكونوا ناجحين بمجال معين بس 80% من بقية حياته هي اضطرابات. ممكن ناجح لدرجة معينة بشغله، ممكن ناجح بدرجة معينة بدراسته، بس علاقات اجتماعية زواج 95% فيها اضطراب غالبا. طيب خلال حديثك دكتور ذكرت الحالة A أو B، هن كيف بيتم تصنيفهم طبيا؟ يعني تصنيفهم طبيا بصراحة بالنسبة لموضوع المزاج، موضوع الشخصية، موضوع الاضطرابات النفسية، بالإضافة لأمور ثانية طبية تعتمد على تحاليل وتصوير وأشعة. طيب دكتور كيف فينا نتعامل مع الأشخاص اللي هن عندهم هي حالة الاضطراب؟ طيب هلا نحن اهم شيء نتعامل مع اللي عندنا المشكله بالشخصيه لازم يكون عنده استبصار. انا كشخص عادي لازم استعين بمعالج نفسي او طبيب نفسي ليحل هالامر عنده. الناس اللي عندهم الحاله النوبيه من ناحيه الاضطراب المزاجي او اضطراب القلق هدول بيتقبلوا النصح، بيتقبلوا الرغبه بالعلاج، أسهل بكتير التعامل معهم، وعلاجهم بيستمر فترة شهر إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر بالكتير وبيخرجوا من هالحالة. قد لا تعود مرة أخرى وممكن أن تعود، وغالبا تعود بسبب ضغوطات، ضغوطات دراسية، ضغوطات اجتماعية، عائلية، زواجية. طيب بالختام خلينا نعطي بعض النصائح كيف فينا فعلا نتعامل مع هي الشخصيات، وبنفس الوقت مثل ما قلت يمكن هي الشخصية ما بتعرف حالها أنه هي عندها مشكلة أو هي بدها علاج، بحيث كمان هدول يكونوا أكثر حساسية لأنه طبعاً هن شخص بالعيلة بيعنينا عزيز، ما بدنا كمان يكون نحن زيادة عليه أو ضاغطين عليه. كيف فينا نتعامل معه بطريقة سليمة وصحية؟ كثير منيح. هلأ أهم شيء المشاعر دائما مثل الأمراض، المشاعر معدية. أنا إذا شفتيني معصب، إذا شفتيني متضايق ممكن تنعدي أنت مشاعري، فمزاجيته ما لازم تعديني. أنا إذا شفته متوتر هذا ما لازم صير أنا كمان متوتر وجاوبه بنفس الشيء، ما رح نوصل لأي نقطة. رح يتم استيعابه على فترة لحتى نوصل ليكون عنده بصيرة نسعى لعلاجه لهذا الشخص. قد يكون العلاج ما بده مشكلة نفسية أو شيء، تغير شوي بالبيئة، تغير بظروف في المنزل، تغير بظروف العمل، تغير بظروف الدراسة، تستقر الأمور. بينما إذا كنا مثل ما تفضلت لحضرتك أنه مشكلة بالشخصية بالأساس، هون لازم العلاج النفسي، لازم اختصاصي نفسي أو طبيب نفسي يتدخل. بس أهم شيء ما ننعدب مزاجيته، ما نرد عليهم بالمزاجية اللي إنن عم يعاملونا فيها. أكيد. يعني بالختام نشكر وجودك معنا دكتور حكم دياب، اختصاصي نفسي وطبعا صحي. شكرا لك وبنتمنى أكيد الصحة للكل. شكرا لكم. شكرا لك دكتور.